شاء الله ندعم منتخبنا، نسند منتخبنا، نركز مع منتخبنا، وحط اللي هقوله دوت في اعتبارك. انا بقيت متفهم جدا فكره ان جمهور الكوره في مصر وفي كتير من حتت في العالم، مش كل العالم، احيانا يسرح وينفعل اكتر مع الفرق، مع الانديه بتاعته، وينسى منتخب بلده. مش ينساه اللي هو بيهمله او مش عايزه او ما بيحبوش، لا بيحبه وعايزه يكسب وكل حاجه، بس ما بيدروش نفس الدعم والمسانده والتشجيع بتاع الفرقه. دلوقتي الفتره دي لا، احنا محتاجين دعم. ليه محتاجين دعم؟ ليه محتاج مسانده؟ ليه اتحاد الكوره كل شويه منزل فيديو ولا حاجه يقول لك شجع منتخب مصر؟ انت هو اكيد مش محتاج يقول لجماهير الكره المصريه شجعوا منتخب مصر. ما هو الجمهور بكره هيبلى المدرجات في الامارات، الجمهور المصري، وهيملى في مباراه الجزائر، وكده كده هيساند وهيشجع. مش دي الحكايه. الحكايه انك تركز وما تقعدش تقول مين بيلعب ومين ما بيلعبش، ده اهلي ولا زمالك، كم واحد مش عارف مين، وده اللي جاب الجون ده اهلاوي ولا ده زمالكي، ولا الكلام انا اسف دايما اقول عليه كلام مش كلام كبير يعني، تمام؟ لا، احنا نقول منتخب مصر. اي واحد بيلبس شيرت منتخب مصر ده بيمثل علم مصر، نشجعه ونسنده وندعمه، عشان لما منتخب مصر لا قدر الله، ان شاء الله ده ما يحصلش يعني، ونيجي نقول والله اللعيبه قصرت، والله الجهاز الفني قصر، يبقى احنا كمان ما كناش مقصرين معاهم. احنا اللي بنساند وبنشجع، احنا نعمل دورنا. دورك ايه؟ تشجع وتساند. اللعيبه تاكل النجيله، المدرب يحط الطريقه المناسبه. تعال نشوف الفيديو اللي هو يعني فيتوريا وبعض لاعبي منتخب مصر بيطالبوا او بيحفزوا الناس لتشجيع منتخب مصر الفتره اللي جايه. شوف الفيديو دوت وتعالوا نكمل كلامنا. يلا مصريين شجع مصر. بقالنا كتير ما حسيناش بروح المنتخب الشناوي، ولا احساسنا لما صعدنا ولعبنا كاس العالم يا تريزيجيه. يا ده انا لسه فاكر هتاف الجمهور في المدرجات وفرحتهم. اتفرجت على ماتش فين يا مرموش؟ اتفرجت عليه في المانيا، هو ده ماتش يتنسي؟ صح يا فتوح؟ صح يا مرموش، انا فاكر الناس كلها في الشارع وفرحتهم. هنفضل نفكر في اللي فات، ما تخلينا نركز في اللي جاي. صح يا هاني، لازم نفكر ونركز في اللي جاي. يلا مصريين، يلا نرجع روح التشجيع. ما تيجي نركز في اللي جاي. عندنا تصفيات كاس عالم وامم افريقيا. يلا مصريين، شجعوا مصر. نشجع مصر، نفرح بمنتخبنا ونساعده ونسنده، وتبقى الامور لطيفه ان شاء الله، وربنا باذن الله يكرمنا.